تحيات اسكندرية، تداول الحاويات وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول داخل قناة شعبية صاعدة، وما زلنا محافظين على الحد السفلي للقناة اللي بيمثل لنا منطقة دعم مهمة جدا، وكمان لو لاحظنا احنا في منطقة طلب مهمة على السهم، المنطقة اللي عند مستويات ال 43 ونص لحد مستويات ال 44 اللي ما زلنا ننتظر منها ردة فعل إيجابية لتكملة المسار وتكملة الاتجاه الصاعد. زي ما قلنا يهمنا الاستقرار في مستويات 46 75 لحد مستويات 48 اللي هي منطقة العرض المهمة بالنسبة لنا، الاستقرار في منها ده اللي بيعزز فكرة مزيد من الأهداف الصعودية. لو فشلنا وكسرنا القناة السعرية الصاعدة كسرنا الحد السفلي للقناة، ممكن ننزل نعمل إعادة اختبار على مستويات ال 40 لحد مستويات ال 41 ونص لحد مستويات ال 41 اللي لو استقرينا تحت منها تتحول نظرتنا من إيجابية لسلبية، ولكن حتى الآن السهم ما زال إيجابي. حتى الآن أعتقد لو إحنا ملاحظين إننا بنتداول داخل نموذج تصحيحي، نسميه بقى عالم، سميه راية، سميه زي ما تسميه، وما زلنا بننتظر منه ردة فعل. واحنا لاحظنا لقينا وصلنا للحد السفلي من العالم، ممكن نتداول بالعرض شوية ولكن ما زلنا ننتظر ردة فعل إيجابية. عندنا منطقة مفتاحية، هذه المنطقة اللي هي الحد الأوسط للقناة وآخر موجة، إلغائها والاستقرار منها يعزز مزيد من الأهداف السعودية ويعزز الاستقرار بالنسبة لنا في مستوى 46 75 إلى مستوى 48. ما زالت نظرتنا إيجابية وما زلنا ننتظر ردة فعل إيجابية من المناطق الحالية، وبالتوفيق.